صلى الله عليكم. هل من تنبيه حول الحاج؟ نعم، ينبهني أخي جزاه الله خير عن يعني كلمة يعني الألقاب هذه انتشرت منذ قرون، كلمة الحاج فلان، والبعض يكتب حتى على بيته، والصحابة والتابعون كانوا يحجون ولا يلقبون بهذه الألقاب. الأولى هو البعد عن الألقاب التي ليس لها عليها دليل في الشرع، ثم إنها قد تشعر بالشهرة ويعني بالشيء من حتى يبعد أيضا عن الرياء. البعض يجعل له برواز كبير على باب البيت، هذا ما يصلح. إذا كنت تريد الإخلاص لوجه الله عز وجل فابتعد عن هذه الألقاب لأنها لا تصح في الشرع. نعم.